مساء الخير عليكم. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا غسالة زانوسي 12 كيلو فوق أوتوماتيك لون فضي. هنبتدي الأول بلوحة المفاتيح، ده شكلها الخارجي طبعا كمكان المعتاد زي معظم الغسالات الفوق أوتوماتيك. هنلاقي هنا ده مفتاح التشغيل الأون والأوف، هنا مفتاح بداية التشغيل، مفتاح درجة الحرارة، البرامج، مفتاح الشطف، إمكانيات زيادة ممكن أزودها على مراحل الغسيل، هنا تأجيل تشغيل الغسالة، وهنا مستوى المية اللي بقدر أحدد بيه حسب حجم الغسيل اللي حطه جوه الغسالة بقدر أزود أو أنقص المية جوه الغسالة. هلاقي هنا درجة الحرارة الأول بيبقى فيه سخن وبارد، لا هي ما فيهاش سخان، لكن بقدر أزودها عن طريق مصدر المياه السخنة عن وصلة خارجية بالسخان عشان أقدر أستخدم المياه السخنة، لكن هي ما فيهاش سخان. هنا هلاقي ده زرار البرامج بتاعتي، هلاقي عندي حوالي 8 برامج، هلاقي هنا برضو في مؤشر واحد للتمن برامج، وعامل لي هنا توضيح ان في حالة الوميض او الفلاش يبقى انا بختار الجزء البرنامج اليمين، لو اللمبة نورت معايا بس بيبقى برنامج من الجزء اللي في الشمال، فلو اللمبة عملت دوست على زرار البرامج الاختيار واللمبة نورت فلاش يبقى انا بقصد بيه برنامج الصوف، لو نورت نور ثابت يبقى انا قصدي برنامج تنظيف الحلة. وهلاقيه برضو ده ثابت في الجزء برضو بتاع مستوى المية، عامل لي مصدر نور واحد بس، لو هو برضو فلاش يبقى انا قصدي اتنين، لو هو النور ثابت يبقى انا قصدي مستوى رقم واحد. هنرجع تاني هنا لزرار البرامج، هلاقي هنا عندي 8 برامج زي ما متوضح كده، صوف ومفروشات وغسيل سريع وأقمشة ناعمة واعتيادي ومتنوع وملابس تقيلة وتنظيف للحلة. هلاقي هنا برضو الشطف ممكن ازود مرة او اتنين او تلاتة حسب احتياجي، ودي امكانيات زيادة للعصر، او عايز ازود شطف زيادة او اخلي بدل غسلة غسلتين او ازود النقع مرة كمان. فيها شاشة ديجيتال عشان تبين الوقت المتبقي، الوقت اللي انا عايز اشغل بيه الغسالة عايز اخر التشغيل، او الوقت المتبقي على انتهاء مراحل الغسيل جوه الغسالة. وزي ما قلنا ده مستوى المية حسب حجم الغسيل بقدر انا اقيمه ان انا ازود مية على مستوى كام او اقل حسب احتياجي. طبعا الشاشة هنا تاتش مفيش اي فراغات في المسام، وده يعتبر ميزة في الغسالة عشان مفيش اي مية تقع مني تخش جوه كارتة الغسالة تحرق الكارتة، فدي حاجة طبيعية جدا ان هي تبقى كده، لان انا وارد ان انا وانا بشيل الهدوم من الغسالة او بحط مية تقع هنا، فما كارتة التلاجة ما تتأثرش من اي مية تخش لها او تسريب بخار مية، لو انا حطيت الغسالة في الحمام كل اللي اي حاجة تأثر على كارتة الغسالة ما بتتأثرش، عشان كده الشاشة معمولة تاتش. هاجي هنا الباب، هلاقي الباب ان قفلته هيدروليك زي ما احنا شايفين كده، فدي حاجة حلوة فيه برضو انه قفلته كويسة جدا، هيدروليك مريحة جدا. وهلاقي للشكل الغسالة من جوه، هلاقي هنا ده الدرج، هلاقي هنا المناعم، وهنا مكان المسحوق، وهنا دي بعض تعليمات الأمان اللي بيقولي أخلي بالي منها وأنا بنظف الفلتر وأنا بستخدم الغسالة. هنيجي هنا للاكسسوارات الملحقة مع الغسالة، هلاقي الجزء ده مهم جدا، ناس كتيرة بتخدش بالها منه، الجزء ده بيبقى في الكرتونة من تحت، في ناس ساعات بترمي الكرتونة من غير ما تعرف ده ايه. الجزء ده بيبقى مهم جدا ان انا اربطه تحت الغسالة، ده بيقفل لي الغسالة من تحت عشان ما فيش اي حشرات او اي فرين تخش جوه الغسالة او تقعد جواها، فده مهم جدا ان انا اركبه واخد بالي وانا بفك الكرتونة ان ده بيبقى موجود في الفل من تحت، في ناس بتخدش بالها منه وبترمي الفل بيه، فلا الجزء ده مهم جدا ان انا اركبه اسفل الغسالة، واكد على فني التركيب ان هو يكون مركبه لي. حقيقة الملحقات هلاقي مصدر الخرطوم بتاع مصدر المية السخنة، وخرطوم مصدر المية الساقعة، والصرف بيبقى متركب اوريدي في الغسالة بحطه في مكان الصرف اللي انا عامله.
نغسلها حجمها كويس. طبعا الفوق اوتوماتيك ناس كتير، دي 12 كيلو اقدر احط بطانية، ففعلا لا ينصح ان انا استخدم الغسالة في حط بطانية، لان البطانية مع وزن المية هتبقى تقيلة جدا، هتأثر على الاكس بتاع الحلة، فممكن تكسره او تأثر على كفاءة الغسالة على المدى البعيد. فالبطاطين الافضل اوديها دراي كلين، ما اغسلهاش في الغساله، حتى لو مكتوب لي على في بعض الشركات الاخرى بيبقى مكتوب برنامج بطاطين، لا هو مش معمول للبطاطين، هو بيبقى مكتوب للحاجات التقيله على قد وزن الغساله، لان وزن الغساله لازم احط حاجه مع الميه يكون وزنها موازي لوزن الغساله. هنيجي لشكل الغساله من ورا، ده شكلها الخلفي، هلاقي هنا مصدر المية الساقعة وادي مصدر المية السخنة. الغسالة فيها ميزة برضو الفوق اوتوماتيك عموما، يعني ان انا في اي وقت ممكن ازود غسيل، بدوس بوز واقدر ازود اللي انا عايزه، وبعد كده بقفل وبشغل مرة تانية. الغسالة ممكن استخدم فيها مسحوق عادي او اوتوماتيك، فتعتبر من الحاجات الموفرة جدا. عيب الفوق اوتوماتيك ان هو مفيهوش تحكم قوي في البرامج بتاعتي او في درجات الحرارة، لو انا حاجاتي صينية بقى او براندات ولازم درجة حرارة معينة او كده، فطبعا ده هيبقى صعب جدا اتحكم فيه في الفوق اوتوماتيك، فممكن يضر لي بالهدوم بتاعتي، فلازم اخد بالي جدا ان انا ابقى عارف ان الغسالة تحكمها يعني يعتبر ضعيف او متوسط، وده في جميع الغسالات الفوق اوتوماتيك في نوع الغسيل. فلو الناس اللي بتاخد بالها من درجة الحرارة اللي مكتوبة على تكة الهدوم او اللي مكتوبة على المكتوبة في تكة الهدوم من درجة حرارة او عدد اللفات او العصرة وكده، صعب جدا اتحكم فيه في الفوق اوتوماتيك، لكن هي تعتبر من الحاجات الموفرة جدا لو انا بدور على التوفير في نوع المسحوق، ان انا بستخدم عادي مسحوق عادي فطبعا تكلفته قليلة جدا، وان انا حجم الغسيل كتير ان انا ممكن استخدم في مرة واحدة، ممكن استخدمها كذا مرة في اليوم بعكس الاوتوماتيك العادي، والاوتوماتيك العادي المفروض طبيعي مرة واحدة في اليوم، لكن فوق اوتوماتيك ممكن استخدمها كذا مرة في اليوم من غير ما يأثر على الغسالة. وطبعا من اهم ميزاتها ان انا باخد كيلو عالي بسعر قليل قوي، يعني الغساله اللي معانا زانوسي 12 كيلو سعرها تقريبا حوالي 6000 جنيه او 5900، فطبعا بالمبلغ ده صعب جدا اخد سعه التحميل دي في الاوتوماتيك العادي. والغساله زانوسي اوتوماتيك من الاختيارات الموفقه جدا في الشراء، الغساله تقفلها كويس قوي، من الغسالات الكويسة جدا واللي ينصح بيها في الشراء. شكرا جدا، واتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبكم. لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل حاجة جديدة.